أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي خصائص أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ وما الذي تميزوا به؟ وما الموقف الصحيح من الصفات والأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة مثل الجسم؟ موقف أهل السنة والجماعة من الأسماء والصفات واضح، أنهم يؤمنون بها كلها ويثبتونها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، ويعتقدون ما تدل عليه من المعاني ولا يحرفونها ويفسرونها بغير تفسيرها، بل يؤمنون بها وبما تدل عليه من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة. هذا موقفهم، لا يشبهونها بصفات المخلوقين ولا يعطلونها كما تفعله المعتزلة والجهمية من غير يؤمنون بها إيمانا من غير تشبيه ولا تمثيل، وينزهون الله تنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.